تحذير خطير للمصريين باقي 4 شهور عن الكارثة الكبيرة، إثيوبيا مش هتجيبها البر، وواضح كده إن في مفاجأة لمصر بعد شهور قليلة. يا ترى إيه المفاجأة دي؟ وإزاي مصر ممكن تنقذ شعبها؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. الوقت بيخلص ولازم وقفة جديدة علشان اللي إثيوبيا بتعمله. خبير المية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي كشف عن آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي وموقف المخزون المائي في بحيرة ناصر المصرية. الدكتور عباس شراقي كتب في بوست ليه على الفيسبوك إن مخزون سد النهضة من المية شهد حالة من الثبات مع تشغيل التوربينين، وأضاف خلال المنشور إن التخزين الرابع للسد انتهى يوم 9 سبتمبر 2023 بإجمالي تخزين 41 مليار متر مكعب. وبعد ما فاضت المية من أعلى الممر الأوسط، فتحت إثيوبيا بوابتين التصريف في يوم 31 أكتوبر اللي فات، لكنها بعد كده قفلتها يوم 27 يناير 2024 بعد تجفيف الممر الأوسط. وبدأت الأعمال الهندسية لتعلية جسم السد علشان تخلص إثيوبيا استعداداتها للتخزين الخامس في شهر يوليو الجاي. دكتور شراقي قال كمان إن مع استمرار تشغيل التوربينين المنخفضين رقم 9 ورقم 10 بتصريف يومي بيوصل من 10 ل20 مليون متر مكعب في اليوم، يعني ما يعادل تقريباً الإيراد اليومي من بحيرة تانا، وبكده هيستقر مخزون سد النهضة عند 35 مليار متر مكعب. خبير المياه المصري كمان كشف إن حالياً إثيوبيا شغالة على تركيب بعض التوربينات العلوية مستغلة توقف أعمال التفاوض ما بين الدول الثلاثة أطراف الأزمة، مصر والسودان وإثيوبيا، من ديسمبر اللي فات بعد إعلان فشل مفاوضات ال4 شهور بسبب تعنت أديس أبابا. لكن شراقي كشف عن حدث مهم جدا ممكن ينقذ المصريين بتدخل إلهي، وهو إن معدل الأمطار في الهضبة الاستوائية في موسم الأمطار الأول كان أعلى من المتوسط، وتوقع إن المعدل ده ممكن يستمر في موسم الأمطار الثاني واللي هيبدأ مع بداية الشهر اللي جاي. وتاني حاجة ممكن تطمن المصريين على مستقبلهم المائي هي كمية المية المخزنة ورا السد العالي، واللي قال عنها الدكتور عباس شراقي إنها مطمئنة جداً، وده طبعاً بعد اتخاذ عدد من التدابير من ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتطوير في تكنولوجيا الزراعة والري واستمرار تحديد مساحة زراعة الرز عند 1 مليون فدان وغيرها من الآليات اللي التزمت بيها مصر. لكن هل مصر هتكتفي بآليات تحميها من الجفاف من خلال مشروعات الدولة بتعملها أو قرارات بتصدرها؟ الإجابة قطعاً لا، لأن بعد فشل المفاوضات الأخيرة واللي مصر وإثيوبيا اتفقوا عليها بعد انقطاع سنتين، مصر وجهت رسالة خطيرة جداً لإثيوبيا، وقالت في بيان رسمي إنها محتفظة بحقها في الرد، وكمان إنها بتراقب الجانب الإثيوبي كويس جداً ورصد كل تحركات أديس أبابا. وكمان مصر أكدت إنها قادرة بكل الطرق تحافظ على حقها في مياه النيل الأزرق وحصتها المائية كاملة.